كل حلول المشاكل العالقة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي والتربوي ترتبط بمعالجة معضلة التربية والتعليم التي الآن يعني قمنا جراءها بعدة يعني أوراش إصلاحية لم نأتي إلى نتائج إيجابية، لم نصل إلى المبتغى المنشود، وبالتالي يجب أن نتوقف عند هذه القضية. قضية أيضا التعليم تربطنا بقضايا أخرى، قضية التشغيل، محاربة البطالة، وكذلك قضية الصحة العمومية هي تحديات كبرى. المغرب قطع فيها أشواط يعني منذ سنوات أو منذ عقود، لكن ما زال الأمر صعبا بالشكل الذي نراه من تفاوتات ثقافية وتفاوتات اجتماعية، وكذلك على مستوى العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، بحيث أننا نعيش اليوم يعني وضع صعب جدا بالنظر إلى التحديات الإقليمية والوطنية والدولية، ثم على مستوى تناول قضايا أساسية فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي والتلاقح الثقافي بين أبناء الجيل الواحد وبين أجيال تعايش اليوم في عالم متطور، في عالم يعني سيطرت فيه التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت الرقمنة لها أثر كبير على يعني تأثيري على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، وبالتالي التحدي الاقتصادي يجعلنا أن نكون أو لا نكون. المغرب بوابة القارة الإفريقية، يعتبر الآن رائدا في كثير من المجالات، لكن يجب تمتين الجبهة الداخلية وتقوية الرصيد الاقتصادي الموجود باستثمارات معقلنة، بتوجيه أساسي قوي للمالية العامة نحو أهداف مرسومة ومحددة تحارب الفقر، تحارب الحرمان والتهميش، وتضمن العدالة والتوزيع العادل لخيرة هذا الوطن كما ينادي بك التقدم والاشتراكية منذ زمان، وأن تجعل أن الفقير ينال حقه من نصيبه من الناتج الداخلي الخام، وأن لا يكون هناك تفاوت طبقي وتفاوت اقتصادي كبير يأتي في نهاية المطاف على كل ما نبنيه من رصيد ثقافي وتربوي واجتماعي، ويخلق لنا عدة أعطاب اجتماعية ستجدنا في نهاية الأمر تائهين وغير يعني مستعدين لمواجهتها.